اهلا بكم في حلقه جديده من تشيس عربي. ماتش الحلقه هو ماتش بين ميكائيل طال ورافائيل فاجانيان، والماتش ده اتلعب في دوبنا وهي مدينه في روسيا سنه 1973. ميكائيل طال كان بيلعب بالابيض وبدا ب E4، فاجانيان لعب بالاسود وبدا ب E6، عسكري D4، دفاع ب D5، وده تراث مع طريقه الدفاع الفرنسي. حصان الى D2، حصان لC6، حصان من G1 الى F3، حصان لF6، وبيهاجم العسكري اللي في E4. طال لعبه في E5 وبيكسب مساحة على اللوحة. انسحب الحصان شوية الى D7، حصان من D2 الى B3، الاسود عليه اللعب. فاجانيان قرر يتحدى العسكري اللي في E5 فلعب F6، الفيل الى B5، العسكري اللي في F ياكل اللي في E5، ودي ياكل اللي في E5، الحصان الى C5. دلوقتي الابيض عليه يلعب، لو كان دلوقتي هتلعب ايه؟ منطقي جدا نعمل تبييت، لكن ميكائيل طال بيحب الهجوم ولعب حصان الى G5. الاسود لعب فيل الى D7 على امل ان الحصان هياكل العسكري في E5. الابيض اكل الحصان بالفيل، عسكري ياكل الفيل، الابيض يلعب. تلعب ايه في الحالة دي؟ هتلعب ايه؟ لو فكرت في كش بالوزير يبقى صح، وده اللي الابيض لعبه فعلا. الاسود دافع بالعسكري، لكن هل فعلا كده بيدافع؟ دلوقتي الابيض يلعب ايه؟ لو انت مكانه هتلعب ازاي؟ هل هتتفاجئ لو قلتلك ان الابيض لعب لعبة خلت الاسود ينسحب؟ حاول تخمن اي لعبة لعبها الابيض. الابيض لعب الوزير الى F3 والاسود انسحب. ليه انسحب؟ تعالوا نشوف ليه الاسود انسحب في الموقف ده. اولا لان التهديد هنا بموت الملك لو الوزير راح F7، تشيك ميت. لكن كان ممكن يدافع ازاي؟ اولا كان هيحط الوزير في E7 يمنع التشيك ميت، لكن الابيض هيلعب الحصان وياكل الحصان في C5، والوزير لازم ياكل الحصان ده. دلوقتي هينزل وزير الابيض ويعمل كش الملك الى D8، الوزير تاني كش والمرة دي هياكل الطبيعة، الملك ل C8 والوزير دلوقتي يقدر ياكل الطبيعة، وعلشان كده فاجانيان انسحب عند الوضع ده عند الحركة رقم 12. رأيك ايه في الماتش ده؟ ده كان ماتش النهاردة، اتمنى تكونوا استمتعتوا، والى اللقاء في ماتش جديد من تشيس عربي.